وانت دريت؟ احنا ما بقينا نقول لك، كانت مفاجأة. ويه. بعدين لا تقول مشعل، اللي ياخذ امك يقولوا لعمي، يقول لعمي مشعل. بعين بعينه، حتى عم بعينه اللي ما وينك انت وين؟ ها وانت دريت؟ احنا ما بقينا نقول لك، كانت مفاجأة. بعدين لا تقول مشعل، اللي ياخذ امك يقولوا لعمي، فقول لعمي مشعل. بعينه حتى عم بعينه اللي ما وينك انت وين؟ نعم، خير ان شاء الله. منورتني اليوم، وش هالعفسه هذه؟ ايش صاير بالدنيا؟ ها؟ ما مشعل. ليش؟ عسى ما شر، مو من واخذنا. ان شاء الله انا مالي شغل بالموضوع. امبلى، انا موافق، انا موافق عليه. انت ليش مو موافقه عليه؟ علشان انا مو موافقه عليه، انت موافق صح؟ ليش انت مو موافقه؟ قلت لك مو من موافق. مشعل خوش ريال والنعم فيه. صار الحين خوش ريال. انا راضي بالريال. ها؟ يلا يلا، شنو اللي يلا يلا يلا، بوكشتك وعباتك على راسك، روح حق الريال. اها يلا يلا يلا، انا متحركه من مكاني. ليش قاعده عندي بالدار؟ روح اقعدي بدارك. من حاشة من حاشة. يلا يلا يلا، ما بي مشعل، ما بي. يلا زين، ما بي. عقب ما جبتوني العار وفضحتوني. شنو فضحتك؟ يلا 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 يلا، خطبه على سنة الله ورسوله. يلا يلا، ما بي ما ما بي ما يلا بي. يلا لا يلا، ما بي حبيبتي، مال هلا ريها. لا لا ورطة، ورطة وتورطها. لا لا لا، قوم. وش في مشعل؟ ليش ما تبينه؟ ليش ما بي؟ خلاص لحظة لحظة، طيب شد الاضاءة احطها بويهج. ليش ما تبينه؟ مو من مواخذنا. ليش مو من مواخذك؟ ليش انت شنو مواخذك؟ لا لا لا، شنو مواخذك؟ لا لا لا، افكاره مثل افكاري، ولا طموحه مثل طموحاتي. انت من وين الطموحات؟ يا سلام، بس ماكو طموحات بهالعمر. زين والله العمر هذا ما في طموحات والله العظيم. يلا قومي يا شوف، يلا 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 حبيبتي الرجله وما شنو رحمه. يلا قومي. قامت تحدب باغراضي. اي مو بدارك، والله لو بدارك ما حد. ما تقومين انت قايمه، راح تشيني هاللي قطيتيه بالقاع، تردينه مكانه قبل ما تطلعين؟ لا. ها شلون عيل؟ شلون اشيله؟ زين ليش دايرتني؟ انا مو زايرتك، انا جاي انخش عندك. تنخشين من منو؟ اخاف هذا يني مشعل. انا قايل انت بتر يعني منو بتاخذين يعني؟ تاخذين ادمي؟ اكيد لا. حسبي الله عليه بليز، انا امك تقول لي عني، تقول عني كذي. ليش؟ انت ايش بتاخذين؟ قولي لي يلا، قولي لي شنو؟ قولي لي المواصفات. يلا قولي لي، يلا قولي لي. يلا ابي مواصفاته، يلا قولي لي اياها. يكون جميل، وسيم، غير متوفر، بعد ممشوق عريض المنكبين، غير متوفر، بعد فتشاتي شلولخ، اي غير متوفر، يكون مكلفخ، مكلفخي ممكن. انزين، اي عنده لعب بنات. شنو؟ يلا يلا عادي، هذه اول ايام كذي تكونين متضايقه، بتغيرين رايك، ما شنو، هذا كله بالبدايه، بعدين تتفقون، تحبين مشعل. يلا قومي. ايش دراك؟ ايش عرفك بهالسوالف؟ كلها اسمعك تقصين على الحريم. يلا زين، انا قص على الحريم؟ اي بالمحاضرات هذه تسوينها كلها، تقصين عليهم كذي، تقولين لهم هالحكي. ما بدايه العلاقه لازم تصير في مشاكل، بعدها تعودون على بعض. يا بنيتي، بعد شنو كنتي تشذبين؟ لا انا ما قلت ما اقول يا بنيتي، عيوز انا قاعد اعطي هذا. والله العظيم حامد. يلا ايش تبي الدحين؟ قومي روحي حق الريال. ماني رايحه، روحي مالك قاعده عندي. بعد قومي، بعد على على ذمه ولدي دزمه قصب، تروح حق الريال. ماني رايحه بعد ريلك خلاص. الحين يوم ما كنت راضي فيك انت تبينه، عشان انا رضيت صرتي ما تبينه. لا لا انا ما رضيت لما انت وافقت. استغفر الله يا ربي. بعد فخر زين على مالي خلقك. ها؟ وي 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 وي. اخ يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخ يا ربي، والله صاج جديده. زين
لي قال الدلع فقاره لا ينشر ولا ينباع. شنو قاعد تترجمين ابليس انتي؟ والله والله صادجه شوف عدانك وطيني ليهني ليهني ما علي خلق احد لقيت ريل قالت عور. والله عظيم صمرنا الله شنو والله العظيم. زين انتي ليه متى بتمين قاعدة على شبدي ليه متى؟ كل البنات تزوجوا وانتي قاعدة ليش ليه متى ان شاء الله؟ انا بتزوج متى تتزوجين؟ ابي اتزوج انا خلاص. انا بعدين تذكرت ان انا تذكرت انا ان اذا ضليت متزوجة تبي تروح تتزوج. لا ماكو زواج اقعد. وضوحة بنتي بنت الافندي كل البنات تزوجوا وظليتي عندي. انا شنو قايلت لك؟ وضوحة بنتي لا تخلي بنت الافندي لا تخلي كل البنات تزوجوا وظليتي عندي. ما احبها. ليش؟ ليش؟ ما تحبينها ايش صاير؟ بس ما احبها. ها؟ انزين انزين خنفتش ضيقتك. يلا خنفتش ضيقتك طالعيني. طالعيني. شنو؟ يلا قومي روحي اقرا لك يلا يلا قومي. هذا الحين تفتشيت ضيقتك؟ اي موافقتي تفتشي ضيقتك. انت مو مضايقه لان انا مو موافق وانت حاسه بالذنب لان انت بتسوين شيء انا مو راضي عليه. انا راضي روحي روحي. ما ادري عاد انت حاسه حسابك انا الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن على هالخلقه الحلوه والله العظيم يعني رب العالمين الحمد لله. تعال منو تفتش ان شاء الله؟ نويه بعد عمنا تبين عنك يلا ما يخالف هم رب العالمين ما شاء الله ابدع. هذا ربي ربي اكرمك فيني عرفت اي؟ شوف انا مالي خلقك الحين خلص لا شنو تبين؟ ما بي شيء. هذا عشان مشعل طلع ابيض يلا شو نسوي بعد الحمد لله. شنو؟ ايه سببك عنصري بحت على فكره. لو عنصري بحت يا التعبان يا ولد التعبان ما خذيت ابوك جبتك هالشكل. ايه احلى يوم بحياتك. اي كان كان. المهم ما علينا. السالفه اللي بقولها لكم ان احنا عندنا دعم لعشر مشاريع معناتها عشر اعلانات نقدمها لكم. نعم. راح احط لكم رقم شايع. زي هذا بمناسبة شنو خلينا ساعة نفكر بمناسبة حق هالشيء طلع ما عندنا مناسبة. مناسبة عرس وضوحي. اللي تفركش. من غير مناسبة كذي طق براسنا الحمد لله والشكر فجأة ان احنا نبي نسوي دعم لعشر مشاريع. انزين سوى قبل كنا نسويها مشروع مشروعين هالمرة عشرة جي مرة واحدة بنخصص لهم يوم. وملاحظة هذا الشيء للمشاريع المميزة فقط يعني اللي مشروعه عادي لا لا هذا صح؟ يعني؟ ايه؟ كل واحد عنده مشروع مميز ايش فيك انت؟ انت مشروعك مميز؟ انت عندك مشروع مميز؟ اي عندي غيري شنو؟ شو؟ المشروع الوحيد المميز اللي سويتيه في حياتك انا غيري شنو؟ عشان كذي فار اي حظك بعد. هذا انت وهذا حظك الحمد لله يا رب. بار شلون يعني؟ يعني ما تحرك هذا هو قاعد يعني شو اسوي بعد يعني؟ اتشقلب؟ ايه المفروض راسك تحت وريلك فوق. متعوده. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا انت حظك راسه تحت وريلك فوق. يا حد يلا مالك شغل بحظي والله. يلا اللي مشروع مميز خلي يدوس حق شايع ها؟ هذه ما نسويها وايد ترى. هذه بالموت سويناها. برجك اليوم يقول ان انت راح تتمين كذي حزينه وجهك هذا راح يكون حزين سنه كامله. هذا برجك طيب اللي يقول طيح الله حظ البرج واللي من قرابه انا مالي شغل. انت مالك شغل برجك كذي يقول عرفتي؟ ايش من كتر حبي فيك خلاص انا قربت اكرهك عشان مش عارفه اكتر من اللي عملته اعمل مش بس عيني وروحي كل ما فيا بيندهك كل القلوب سمعتني وانت مش سامعني ليه؟
ويروحون هم حضرات. اي عندي انا لكن انت شكو خذيتهم منك احتريتي. وين رايحه حبيبتي؟ تنامين؟ اي بنام. يا بعد عمري سلمي على عمي مشعل. ها انطب يلا عهد انطب. انت اللي قلتي عمي اللي ياخذ امي يقول له يا عمي. عمت عين العدو اهو انطب. تبيها من اول الحين عاد تفضحنا يلا يا مشعل. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه تصبحين على خير فتك بعافيه. قلت لك انطب. ايش قلت انا الحين؟ ها